جهود غير مسبوقة قامت بها الدولة المصرية في طريقها للعبور نحو العالمية في مجال الخدمات اللوجستية لتقديم تجربة فريدة ونموذج حاز على إشادة عالمية. ويعتبر تطوير القدرات اللوجستية للدولة هو واحد من أكثر الملفات التي شهدت نجاحا كبيرا بالتزامن مع سعي مصر نحو التحول إلى أن تكون مركزا مهما للتجارة العالمية.